يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإقسام على الله فيه اعتقاد من العبد على أن له عند الله حقا وهو أن يجيبه؟ فهل هذا داخل تحت النهي من أن العبد يدلي بعمله على هذا ربه؟ من باب حسن الظن بالله، ما هو من باب الإدلاء بحق العبد على الله، وإنما هو من باب حسن الظن بالله عز وجل. نعم.